محمد الاخر ديالنا جاود اللي كان الصديق ديالنا الله يرحمه الله يوسع عليه في هذا النهار هذا. شكرا على الاستضافه ديالكم. وضياء الدودي واحد من اللاعبين اللي نلتقي فيها في هذا المكان الجميل في هذه الساحة الواقعة الجميلة جدا والتي ستكون منتزه للرياضيين في مركب الاجتماعي الأمير المرشد، حيث ستقام حفلات رياضية كثيرة هنا من جميع النواحي من جميع نواحي تطوان. سيجتمع هنا الطلبة، سيجتمع هنا المهتمين، سيقومون برياضة متواصلة خصوصا فيما يتعلق بكرة قدم وكذلك ألعاب أخرى. فهنيئا للسي عبد العالي الذي قام بهذا الإنجاز، وهنيئا للجمعية الخيرية التي سمحت له بتنظيم هذا المحل وهذه الساعة. كنشكروا أولا فريق المغرب التطواني على الحضور ديالنا والتشريف ديالو معنا في المركب الاجتماعي الأمير مولاي رشيد، وكنشكروا أيضا المجلس الإداري والنزلاء ديال الجمعية الخيرية الإسلامية على المجهودات الجبارة باش خرجنا بهذه التحفة الرياضية لمدينة تطوان. وكنشكر ايضا الصحافه ديال مدينه تطوان اللي كيواكبوا الصغيره والكبيره في المجال الرياضي والثقافي والسياسي وكل شيء. وكنتمنى التوفيق للجميع، وكنتمنى بان هذه المنشاه الرياضيه تكون فاعل خير على هذا المركب الاجتماعي وعلى الشباب ديالو وعلى شباب المدينه. وكنتمنى ان هذا المركب هذا غادي يكون مفتوح بوجه العموم باش يستافدوا من المجال الرياضي هنايا. وشكرا جزيلا للجميع، وشكرا للحضور، وشكرا لكل مكونات المجلس الاداري ونزلاء المركب الاجتماعي الامير مولاي رشيد. كنشكر الجمعيه الخيريه الاسلاميه على الاستضافه ديالها اليوم، حنا جيت فخورين بهذا الحضور هذا، وكنتمنوا لهم مسيره موفقه وافتتاح المركب الجديد المرحوم جواد الله يدخل عليه الرحمه والمغفره في هذا النهار هذا. وحنا سعداء بزاف بالحضور ديالنا اليوم، كنشكرهم بزاف على التكبير ديالهم اللي كبروا بينا، ان شاء الله ما خايبوهمش يكون غير خير ان شاء الله. شكرا.